أينما كنتم أسعد الله صباحكم وطاب جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم مع هذه المنافسات الصباحية المميزة التي تحمل منافسات سن المفاجآت سن الحجاج وضمن مهرجان ختام الوثبة السنوية الذي يأتي بهذه الانطلاقة الصباحية بأول أيامه، حيث انطلق شوطنا 17 والخاص بالإبكار. نبدأ بالصدارة، نبدأ مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الأول وصايف حمد بن سيف بن مايد المزروعي يأتي على صدارة هذا الشوط ويقدم لنا حضور وصايف، بينما المركز الثاني من الزاوية الصعبة تتقدم في هذه اللحظات وتصل بهذه الانطلاقة المتميزة مع هذا الأداء المتميز الذي يأتي من خلال تواجد هذه الشعارات المنطلقة، هذه الأسماء القوية الحاضرة في صباح هذا اليوم. التدخل من ميمنة الميدان والوصول في هذه اللحظات، ولكن ناخذ المركز الثالث هنا الواصلة والقادمة البويضة حمد بن عوض بن محمد المنصوري خذ المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الكوس ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني يقدم لنا شعار، بينما التدخل من شعارك العفاري يقدم لنا حضور وانطلاقة زعزعة حمدان بن محمد بن مبارك العفاري. المركز الخامس هنا نتابع ونراقب الاسم القادم، هنالك ندى سيب بن جعفر بن مرخان الاكتبي يقدم لنا شعار. المركز السادس من الجانب الاخر القادمة والمنطلق الظبي حمدان بن حميد الراشدي يقدم لنا شعار. ناخذ المركز السابع شعار بن تريم، بدأ يتدخل مع الهدى عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي يقدم شعار، بينما المركز الثامن هنالك القادمة والواصلة بكل قوة والمنطلقة بهذا الأداء المسك محمد بن سالم بن نايع الغفلي. ناخذ المركز التاسع ونتابع الاسم القادم في هذه الانطلاقة المتميزة في هذا الابداع الذي ياتي مع منافسات الحجاج باول ايام ختام الوثبة. الله القادمة سيدة سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي يقدم شعاره، بينما التدخل من خلال شواهين محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري بدأ يتقدم، وصل شعار ابو محمد بدأ يتسلل في هذه اللحظات من مركز تلو مركز متقدم. يقدم لنا بينونة عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسية اهالي ميدان التراث، اهالي ميدان التراث حاضرين في هذا المسار باحثين وطامحين عن ناموس هذا الشوط. الله 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 يا الاسماء الحاضرة، الله يا الشعارات المنطلقة الحاضرة في هذا المسار. الانتاج والمنتجين، الانتاج والمنتجين، لمن يا ترى من بين هذه الاسماء المنطلقة من بين هذه الشعارات المختلفة الحاضرة في هذا المسار المتميز؟ ولكن العودة، العودة الى الصدارة، العودة الى المقدمة، العودة الى بداية الشوط. هذه الهدة، الهدة على مقدمة هذا المسار عمران بن سلطان بن تريم الاكتبي يقدم لنا شعار، يقدم لنا هذه الانطلاقة، يتواجد بالهدى على صدارة هذا الشوط متمسكا بالقيادة متمسكا بالريادة، يقدم لنا حضوره مع البداية، بينما المركز الثاني القادمة والواصلة شواهين محمد بن نصيب بن يطبع العامري يقدم لنا شعار. المركز الثالث نداء قادمة سيب بن جعفر بن مرخان الاكتبي. المركز الرابع الواصلة بينونة عبيد بن نصيب السبوسي. وصلت الاسماء، حضرت سيدة سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي قادم ويقدم شعاره، ايضا شبابه احمد بن مبارك بن نايع المنصوري، المنصوري قادم والشعارات قادمة، ولكن العودة، العودة الى القيادة، العودة الى الريادة، العودة
العودة الى الصدارة. هذه تتقدم شواهين بلاية وامر على مقدمة الشوط. الامتار الاخيرة تحرك من تريم مع الهدى، وايضا بينونة مع ابو محمد. عبيد بن نصيب بن عتيق السبوسي يقدم شعاره. الامتار الاخيرة، الامتار الخطيرة، الانتاج والمنتجين، الانتاج والمنتجين. القادم اكحال سالم خليفة بن محمد، الدرع يقدم شعاره، وايضا الواصلة من الجانب الاخر ندى سابن جعفر ومرخان. الامتار الاخيرة ايضا منصورة محمد بن صغيرون بن حميد، الدرعية وندى. ولعت 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 المنافسة، ولعت المنافسة. العمري قادم مع ابعاد حميد بن حمد بن علي العمري، ولكن بن يطبع على الصدارة. الامتار الاخيرة، الامتار الحرقة. العمري من الجانب الاخر، ياهي معركة مع الانتاج، ياهي معركة مع الانتاج. الامتار الحرقة، الامتار الاخيرة. بن يطبع حسمها مع الامتار الاخيرة عن طريق هنا ايضا شواهين محمد بن نصيب بن سيل. بن يطبع العامري المركز الثاني، ابعاد حميد بن حمد بن علي بن خميس العمري المركز الثالث. المركز الثالث كان الوصول من خلال تواجد وصايف سعيد بن ناصر بقبي المنصوري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع منصور محمد بن صغيرون بن حميد الدرع. في المركز الخامس كانت هنالك نداء سيف بن جعفر بن سيل بن مرخان الاكتبية. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. تابعنا الإبداع، تابعنا المنافسة حتى الأمتار الأخيرة، وكانت هنا شواهين هي الأبرز. محمد بن نصيب بن سيل بن إتبع العامري قدمت إبداع في اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني وغدر. 5:54 سبع اجزاء من الثواني تالين والناموس مشكور يا بن يطبع. محمد بن نصيب بن سيل بن يطبع العامري يقدم لنا شواهين، بينما اللي اخذت المركز الثاني كانت ابعاد حميد بن حمد بن علي بن خميس العامري بتوقيت زمني وغدر. 5:54 خمس اجزاء من الثواني، ثمان اجزاء من الثواني عفوا، بينما المركز الثالث، المركز الثالث كانت وصايف سعيد بن ناصر بقبي المنصوري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات بتوقيت الزمن وغدر. 5:54 تسع اجزاء من الثواني تانين والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام.